نفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، بسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأنني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجمعين. وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. ها نحن رؤوسنا ونسكب قلوبنا أمام الرب الإله الذي يملأ قلوبنا وانفسنا بفرحه الحقيقي في وسط جيل معوج وملتوي. نقول يا رب بنحط قدامك كل شيء، كل وعظ وكل كلمة وكل ترنيمة وكل صلاة وكل تسلية وكل شركة احنا بنحطها قدامك لتمسحها بروحك القدوس. قول له رب ادينا احشاء رأفة في هذا الصباح، قول له وحد نفوسنا لعبادتك بروحه بالحق، وحد ارواحنا لتكون مع شركة الله الآب وابنه يسوع المسيح، لتنقينا وتعزينا وترفعنا. نقول يا رب ادينا ان ننظر كيف اتضعت وانت الاله خالق الكل وضابط كل شيء بكلمة قدرتك، اتضعت واخدت صورة عبد واخدت جسد ووجدت في الهيئة كإنسان. اشكرك رب لأجل هذه الحقيقة وهذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب إذا عرفتنا بسر التجسد أشكرك من كل القلب، أرفعك ونعظم اسمك أيها القدوس. أخي أملاد يتقدمنا في طلب بركة الرب على بقية الاجتماع. في شخص الرب يسوع المسيح، نشكرك يا سيدنا من أعماق القلب من أجل هذه المحبة العظيمة التي أحببتنا بها والتي دعتك أن تقدم ذاتك من أجل كل واحد فينا على عود الصليب، مت هناك لكيما تقوم وتقيمنا معك، لكيما تدفع ثمن خطايانا، تزيل العداوة التي بيننا وبين الله الآب، وتصالحنا وتجعلنا أبناء لله. ما أعظمك يا إلهنا، ما أعظم عملك من أجل كل ابن من أبنائك يا رب. نشكرك من أعماق القلب يا رب من أجل فضل معرفتك، نشكرك من أجل كل ما تقدمه لنا يوم بعد يوم من تعزيات وأفراح وقيادة وإرشاد وسلام وكل عناية
في وسط هذا العالم المتقلب، في وسط هذا العالم الشرير، في وسط هذا العالم المضطرب يا رب. ساعدنا حتى ما نجد راحتنا الكاملة في شخصك، ساعدنا حتى ما نجد سلامنا الكامل فيك أنت يا ملك السلام. يا رب من أعماق القلب نشكرك من أجل كل فرصة تجمعنا فيها حولك في بيتك، لكي ما نسبح ونمجد هذا الاسم العظيم، ولكي ما نستمع أيضا إلى كلمة الحياة. صلي يا رب أنك تبارك كل شخص موجود هنا، تبارك كل شخص أتى يا رب بقلب يريد أن يسمع صوتك ويريد أن يتعزى بوجوده في محضر ملك الملوك ورب الأرباب. يا رب باركنا، عزينا، فرح قلوبنا يا رب، وأعطينا فعلا أن نجد فيك سلامنا الكامل وراحتنا الكاملة يا رب. يا رب إذ نصلي من أجل وجودنا في محضرك ونشكرك من أجل هذا يا رب، صلي من أجل كل مكان آخر يجتمع فيه أبنائك لكي ما يعبدوا اسمك. بارك ليتمجد اسمك يا رب ويعلو في كل كنيسة وكل اجتماع ينادي باسمك. صلي يا رب أنك أنت تخلص نفوس وتضم الكثيرين إلى ملكوت ابن محبتك. نضع أمامك يا رب أيضا البلاد التي فيها اضطهاد وفيها عدم وجود أماكن للعبادة بحرية. صلي أنك أنت تعمل في هذه الأماكن يا رب، وتعطي راحة حقيقية لأبنائك في كل مكان. كل شخص عرفك يا رب هو ابن غالي عليك، وأنت تهتم باحتياجات كل شخص. ساعدنا نحن يا رب ونحن في راحة وفي حرية لنعبدك، كي ما نذكر هؤلاء الذين حرموا من هذه الحرية ومن راحة الوجود في محضر ملك الملوك ورب الأرباب. لكن نعلم أيضا يا رب أنك أنت موجود في كل مكان، وكل قلب يسعى إليك، بل أنت كل قلب يستجيب مع ندائك تفتح له الباب، تعطيه الراحة، تعطيه الشعور بالسلام، لأنك أنت موجود معه. أنا معكم كل الأيام، هكذا قلت. فساعدنا يا رب حتى ما نستريح إلى شخصك ونجد الراحة الكاملة فيك. صلي يا رب أنك تباركنا بركة غير عادية في هذا اليوم. بارك الترنيم، بارك الكلمة والمتكلم والمرنمين، وأعطينا فعلا أن نراك في هذا الصباح ونتلامس مع شخصك، ونشبع، تشبع قلوبنا بوجودنا في محضرك. باركنا لا لأننا نستحق، لكن لأنك تريد أن تبارك وتريد أن تعطي. احفظنا في ملء مشيئتك، ليتمجد اسمك في حياة كل واحد منا. لك يا مخلصنا نقدم كل مجد وشكر وإكرام الآن والأبد. آمين. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع. الحقيقة الترانيم كلها النهاردة عن الرب وعن رؤية الرب وعن الشوق ان احنا نشوف ربنا في الوسط. فيش حاجة عن نفسنا ولا عن اي حاجة تاني، لكن بس هيتوجه القلب ليه هو وحده، والعينين هتترفع ليه هو وحده. ورفعوا عيونهم ولم يروا الا يسوع ويسوع وحده. أول ما تيجي المشاكل بتيجي من احنا نبص حوالينا ونبص لبعضينا ونقارن بنفسينا، زي ما التلاميذ كانوا بيعملوا هم قاعدين في الضعف بتاعهم قبل الصلب. كل واحد بيشوف هو مكانه فين في الجماعة، أو على اليمين ولا على اليسار ولا على الأول ولا. وربع تظر بمأزرة وعلمهم إزاي أن ينبغي أن يكون في وسط الجماعة. وحصلت المعجزة العظيمة وهم منتظرين موعد الآب، موعد الآب، وهم قاعدين مع بعض. ما فيش حاجة في قلبهم غير أن هم ينتظروا موعد الآب، موعد حلول الروح القدس. وبعديها حصلت القوة العظيمة في حياتهم، تحولت عيونهم من بعضهم البعض إلى المسيح وإلى انتظار موعد الآب. خلونا نرفع عيوننا النهاردة نقول يا رب معوناتنا هي من عندك،
مش من الناس اللي حوالينا. سيبك من الناس، سيبك من اللي قاعد جنبك، ولا مين حاضر ولا مش مين حاضر. خلونا فعلا نرفع عيوننا عليه هو، وهناخد موعد الآب بنعمة الرب في كل وقت نيجي وننتظره. بيوعدنا هو هيتمم وعده لينا، وتنالون قوة ما تحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. خلونا نيجي النهاردة ونقول له مستحق يا رب كل المجد، كل عالي ينخفض، وكل شيء يا رب يرتفع في حياتنا هو ما يكون لمجدك وحدك وليس سواك. يسوع مطهرا ومعتقا أسرى الشرور. نريد أن نرى يسوع ذاك المهوب مكللا بالمجد. نريد أن نرى يسوع ذاك الحبيب في البيت، في الشغل وفي الكنيسة. نعلنه بحبه على الصليب، بقولنا، بفعلنا، بالعيشة. نريد أن نرى يسوع. روحي على القلوب بالبر.
سعد ممكن يترجم في ناس كتير قاعدين محتاجين ترجمة. شكرا. نريد أن نرى يسوع ذاك الحبيب. أي حد بيحب حد بيحب يشوفه وبينتظر كده إمتى يعني لو غاب عليه شوية بيبقى فيه شوق في القلب إن يشوف الحبيب يشوف الحد الشخص اللي بيحبه اللي بيقدره اللي غاب. يا رب النهاردة تعالى واملى عينينا وعيوننا وقلوبنا بالشوق ان احنا نشوفك نشوفك بحقيقي مش مجرد كلام لكن نتمتع برؤيتك يا رب. والعينين لما تتملي بيه هنعرف نقدره ونعرف نحبه نعرف نسيب حاجات كتير علشان ونقدر نعرف الحقيقة اضبط بكتير واحنا عينينا مليانة بيه. خلونا ناخد فرصة فيها نرفع قلوبنا للرب النهاردة ونقول له يا رب عايزين نشوفك النهاردة بطريقة مختلفة بأمر عنينا يا رب تشيل كل الغشاوة من عن عيوننا يا رب فنراك وحدك وليس سواك متمجدا في الوسط يا رب مكللا بالمجد والكرامة مالكا يا رب بروحك علينا على القلوب بالبر والسلام والقداسة. نريد أن نراك يا رب نريد أن نراك في الوسط يا رب واخد مكانتك في الوسط يا رب. هاليلويا. فرصة لأي حد مشغول يصلي بصوت تعالي نيابة عن المجموعة يتفضل. رب فعلا نشكرك لأنك حاضر في الوسط. نحن نريد أن نراك في كل خطوة بنخطوها يا رب. نريد يا رب أن نراك في بيوتنا في قلوبنا في نظرتك للناس في حبك ليهم يا رب. نريد يا رب أن احنا نشوف بعينيك نشوف بقلبك نشوف بعاطفتك نحو الآخرين يا رب. سامحنا إذا كنا أخطأنا أو بعدنا أو ما بصناش بنظرتك أنت يا رب. اجعلنا ننظر بشخصك أنت. نريد أن نراك في كل وقت. آمين. آمين. نقترب من عرشك يا رب النهاردة. خلينا نقترب فعلا من عرشك ونشوف مجدك وجلالك وتغيرنا يا رب.
بنيجي بنسكب قلوبنا بكل ما فيها من أمور محيرانا وأمور تعبانة، نيجي نطرحها عند قدميك النهاردة يا رب. نيجي بنسكب، بنكب يعني، بنكب اللي في جواك كده، كبه قدامه وعلنه قدامه وسيبه عند الصليب، وشوف ربنا هيعمل فيه ايه. ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ابتدى الاجتماع بقراءة أن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة، وقبليها كان بيحكي عن الضعف الموجود في الكنيسة مش مفروض يبقى فيه كده، لكن الحل مش هو أن احنا نيجي ونعمل أي حاجة غير أن احنا ننتظر روح الله اللي هو يشتغل فينا وهو اللي يعمل فينا وهو اللي يطلع الحاجات الحلوة من جوانا، لأن ما فيناش حاجة حلوة. اللي هيطلع مننا هو بغضة وحسد وخصام، هو ده اللي فينا، هو ده اللي فينا. لو حاولنا نطلع أحلى حاجة فينا هتطلع هي الحاجات دي، ما فيش غيرها. لكن لو سبنا الروح الله إنه يشتغل فينا، هو اللي يقدر
يعمل فينا ويطلع أحلى حاجة، محبة، فرح، سلام، طول أنات، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، كل ده ثمار الروح القدس، مش ثمارنا، مش عملنا، مش قوتنا، لكن هو عمل روح القدس. عشان كده المؤمن في الترنيمة اللي فاتت بيقول هيا ينهض شعبك وابدأ فيا أنا، نتضع أمامك، نطلب حضورك، ألا تعود أنت فتحيينا، اشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك. هلما يا روح الله تعالى كريح عاصفة، تعالى واسبي قلوبنا وملانا بحبك يا رب، حبا للخطاة، حبا لبعضنا، نرفض حب العالم، لن نحيا لذاتنا، لن نحيا لذاتنا. ترنيمة اللي جاية بتقول يسوع أنت كل ما أريد، فمهما تسأل حيثما تذهب أتبعك، فأنا محتاج لك، محتاج لك يا الله. كل مرة بنشوف حاجة غريبة بتطلع كده مننا، يعني بنفاجأ بيها، والمعقول يعني معقول ده يطلع مني كده، نعرف حاجاتنا الماسة ان احنا نرجع وعلى ركبنا نسكب قلوبنا ونقول له رب انا محتاج لك، انا محتاج لك. ربنا يساعدنا عشان نعرف الحقيقة دي، في كل يوم نقول له رب انا محتاج لك، انا محتاج لك، انا محتاج لك، محتاج قوتك، محتاج عمل روحك فيا يا رب، لان انا عارف ان انا لا استطيع ان افعل شيء من ذاتي. انت شوقي وطلبتي يسوع، همسك فيك ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيك. مش عارف الحته اللي بعديها صعبه جدا، ما اعرفش كم واحد يقدر يقولها النهارده بصدق ويقول له مشتاق، مشتاق اكثر كل غالي، ده انا اللي اتكسر يا رب، مشتاق ان انا اتكسر. ما اعرفش كم واحد يقدر النهارده بصدق وبحق يجي ويقول يا رب انا مشتاق انك تكسرني. ساعات كتير نيجي ونقول يا رب مشتاق انك تمجدني، مشتاق انك تعمل فيا بقوه، ابقى قوي كده في نفسي، لكن ربنا العكس على طول، عايز هو قوته هي اللي تشتغل. المصابيح اللي كانت في يد جدعون، اعتقد
لازم كانت تبقى كده شكلها ضعيف ومكسرة وشكلها ما فيهاش زي ما الأسيس كان بيحكي معانا، ما فيهاش حاجة حلوة، عبارة عن إناء إيه؟ إناء خزفي مش كده؟ لكن القوة فين؟ القوة من جوه، لتكن فضل القوة لله لا منا. يا رب النهاردة تعالى اكسر اللي بره دوا اللي بيحجب قوة عملك جوايا، مش مهم الوعاء الخزفي ده، كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما بعد يوم. يا رب تعالى النهاردة واكسر. منى كانت بتقول لهبة حاجة عن الكسر في الألم، ممكن تشاركينا بيه؟ منى مرات صمويل استفانوس، منى استفانوس بتاعت الكرمة، ووقفت معايا كان امبارح في فرصة جميلة لدار كتاب مقدس، وبصراحة أثرت فيها جدا. أنا بسألها عادي بقولها يا أخبارك يا منى، قالت لي أنا حلوة جدا جدا جدا. أنا اتعلمت أن أنا أسلم لربنا، أنا كنت على طول بسمع هي بتقول أن الألم هو يعني بيكسر الواحد، لكن هو مش الألم، لأن في ناس كثيرة بتدخل في ألم وبتختار أنها تبعد عن ربنا وتقول له أنت ليه عملت فيا كده، لكن هم عايزين يبعدوا عن اللي بيريحهم ده براحتهم. لكن أنا وأنا على السرير اتعلمت أن أنا أنكسر خالص عند ربنا، أدين ربنا هو يعمل فيا. مش قادرة أقول لك، هي بتقولي الشغل اللي ربنا عمله فيا، قلت لها يعني قلت لها ده كلام جميل جدا، وبيفكرنا بالترنيمة اللي هي تواضعي نفسي تحت يد الله، يعني للواحد يتواضع وفي ليلك لحالك وفي زل ما هو حالته صعبة متواضع، لكن ده اختيار مننا إحنا، نحن نقول له يا رب أنت عايز تكسرني، أنت عايز تديني زلة حال وتديني أوقات صعبة، علمني أنكسر تحت إيديك. في الوقت ده محتاجين نحن نمسك في ربنا أكتر ونقول له يسوع همسك ومش هرخيك، أنا قلبي تعلق بيك، أنت اللي أنا عايش ليه، بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يسويك. مريم كسرت قدام السيد، ومارثة كانت مشغولة بأمور كثيرة، لكن يا رب ساعدنا علشان النهاردة نيجي ونكسر الغالي ونسكب القلب عند قدميك يا رب، ونتكسر نتكسر كل حاجة، كل علو، كل عالي يرتفع يتكسر النهاردة رب باسم المسيح. أجي يا رب بتواضع قدامك، تواضع تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه. مش لازم رب يجيب ألم ولا مرض علشان يكسرنا، لكن يا رب النهاردة تعالى باختيارنا نيجي ونقول يا رب أنا مكسور قدامك، اعمل فيا زي ما أنت عايز، تعالى واشتغل فيا يا رب زي ما أنت ما تريد يا رب. خلونا نقف مع بعض نقول يسوع سوء القلب. أنا نفسي النهاردة نيجي ونقول له يسوع همسك ومش هرخيك، أنا قلبي تعلق بيك، أنت وحدك اللي أنا هعيش لك، بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك. بدموع هسكت عند رجليك
همسك فيك ومش هرخيك يا رب. أنا كتير كسلت لما قرعت على الباب وانتظرت وقلت هقوم ليه وهفتح الباب دلوقتي بالليل، لكن يا رب أنا عرفت قيمتك إن ما أقدرش أعيش من غيرك، عشان كده همسكك ومش هرخيك. أنا قلبي تعلق بيك، أنت اللي أنا هعيش لك يا رب. بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يسويك. خلونا نيجي فعلا بصدق وبحق قدامه ونسجد عند قدميه ونختاره، نختار النصيب الصالح، نصيب اللي ما فيش حد يقدر ياخده مننا. كل حاجة منجمعها من العالم ممكن تضيع في لحظة، ممكن هنسيبها لما نسيب العالم. أمور بنتعب كتير علشانها وهي فانية، لكن خلونا نيجي ونختار النصيب الصالح الذي لن ينزع منا. بختار اني اموت وتحيا فيا ويقل كل ما لي وحدك. ينبغي ان ذاك يزيد واني ان انقص. ينبغي ان ذاك يزيد. زيد يا رب في حياتي، زيد في معاملاتي، زيد في كلامي. اجتماعاتنا عايزين نشوفك في كلامنا، عايزين نشوفك في امراضنا، عايزين نشوفك يا رب وانت وسطينا بتجول تصنع خير وتشفي كل مرض. يا رب احنا محتاجينك يا رب في هذه الايام الصعبه. تعالى افتح عينينا على رؤياك، على جمالك، على غفرانك، على محبتك يا رب. عايزينك تزيد انت واحنا ننقص. يا رب مبارك اسمك الى الابد، لانك انت المستحق الحياه
أنت مستحق كل شيء يا رب، لأنك أخذتنا من المزبلة، لأنك مررت بينا وكان زماننا زمن الحب. بنشكرك من أجل جودك، من أجل محبتك، بنشكرك لأننا عرفناك يا رب. ده أنت اللي دورت على كل واحد فينا يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك إلى الأبد. هللويا ما أعظمك، هللويا ما أمجدك، هللويا ما أبهاك، ما أشهاك، ما أروعك. تعال يا رب النهاردة افتح عينينا على رؤياك، على رؤية جديدة. تعال نظف حياتنا، تعال أملك علينا بالكامل، تعال ادينا وعد جديد وكلمة جديدة، تعال هيمن على حياتنا. النهاردة بنطرح كل ثقل، كل خطية، كل بعد عنك، كل فتور يا رب بنطرحه عند قدميك، وبنقول لك أملك علينا من جديد يا رب. تعال نور عينينا يا رب، تعال فتش على الحاجات اللي مش عاجباك يا رب وطلعها. احنا النهاردة عجينا لينا تحت ايديك يا رب. ماذا تريد منا ان نفعل؟ ان نفعل مشيئتك يا إلهي. سررنا، تعال بمجدك، تعال نور في بيوتنا، في اجتماعاتنا، تعال كلمنا في اجتماعاتنا يا رب. تعال نور كل خطية بعيدة عنا يا رب، ادينا نحبك من كل قلبنا، ادينا نحب بعضنا بعض بقلب طاهر بشدة. كلمنا يا رب، تعال النهاردة هيمن على ابنك وخادمك الأمين يا رب، اديله كلمة يا رب. تعي بيها نفوسنا، ادينا سمعنا صوتك النهاردة من جديد يا رب، ادينا حاجة جديدة يا رب. عايزينك النهاردة نراك، نريد أن نرى يسوع وحده. مبارك اسمك، تعال في الوسط، تعال تمجد، تعال جول وسطينا يا رب، تعال اربط على ظهر كل واحد فينا. انت بتحبنا، انت احببتنا فضلا. مبارك اسمك الى الابد. بنطرح بين ايديك كل الامور، كل الهموم، كل البعيدين عنك، كل الخطايا يا رب. تعال وريهم جمالك وغفرانك ومحبتك، وريهم صليبك، وريهم غفرانك يا رب. تعال تمجد في الوسط. بنضع بين ايديك مصر وسوريا والعراق وليبيا، كل البلاد يا رب المهمشة، كل البلاد التعبانة، كل الحروب يا رب بنضعها بين ايديك، واثقين فيك ان كل الامور بين ايديك يا رب. مبارك اسمك الى الابد، لكل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. هنختم مع بعض بالترنيمة اللي جاية بتقول: مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي تطمئن نفسي، حلو ما أشهاك يا سيدي، تفرح قلبي، أنرت لدربي. يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، حلو ما أشهاك يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، تفرح قلبي يا سيدي، عذب ما أحلى يا سيدي، حينما ألقى يا سيدي، عذب ما أحلى يا سيدي، تبدد همي، تفرد عني.
الأشواق يا سيدي عيناي ترى يا سيدي في وسط الأشواق يا سيدي عيناي ترى يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي نفسي في حماك يا سيدي عيني علاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني علاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي وعدا في حماك في حماك في حماك يا رب أنا مطمن في حماك لأن أنا عارف أنت مين وقوتك قد إيه عشان كده أنا مطمن يا رب احنا بنركب طيارات ومش عارفين اسم اللي بيركب اللي بيسوق الطيارة ده بيعرف يسوق ولا ما يعرفش وما نعرفش في واحد إرهابي جوه الطيارة ولا حد هيختاله وهندخل في البرج بتاع نيويورك ولا مش بنعرف حاجة بنركب الطيارة واحنا مطمنين علشان يعني بنعرف ان ممكن كل حاجة هتمشي كويسة ومش بنطمن ان معانا ربنا اللي احنا عارفينه هو مين وقدرته قد ايه وبنخاف يا رب ساعدنا علشان نطمن لأن صخرتي وعدك زي ما نمنا الترنيمة هنختم مع بعض تفضلي تفضلي على حكاية ركوب الطيارة دي أنا بحس عن نفسي يعني أن أنا شات أوف كل البرين يعني ما بفكرش بجد حقيقي يعني الخوف وكل الحاجات اللي ممكن أقعد أزود فيها بروح شات أوف أقفلها أنا بحس أن هو ده الإيمان أن إحنا we have to shut off كل البرين مش ما نفكر يعني يبقى مخنا مش هو اللي بيشتغل روحنا هي اللي بتشتغل إيماننا ده لازم يبقى الإيقان بأمور لا ترى طب إزاي وأنا عندي عينين وأنا عندي برين وكده بس كل ما شات أوف كل ما قللت شوية التون ده وابتديت أشغل نظرة الله وأشغل إيماني بيسوع المسيح كل ما عمل فينا أعمال صالحة كتير أمين. أمين. أيها السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض وما فيها ده أنت اللي خلقها وشيلها أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قديرة لا يعصر عليك أمر إله قادر في المشورة أنت الحكيم لا 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 كل ما يجي لك كده فكر عدم إيمان تعال وقول لا 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 يعصر عليك أمر ممكن نقف ونختم فرصة العبادة اللي يقدر يقف ونقول الترنيمة في ختام فرصة العبادة أيها السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض وما فيها أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قادرة لا يعصر عليك أمر لا يعصر عليك أمر إله قادر المشورة أنت الحكيم لا 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 يعصر عليك لا يعصر عليك أمر أيها السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض وما فيها أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قادرة لا يعصر عليك أمر لا يعصر عليك أمر
المسرورات أنت العديد. لا 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 يعصر علي لا يعصر عليك أمر. شكرا للرب له كل المجد ليتمجد اسمه في كل الأرض. هاليلويا 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 هاليلويا. الرب جاي وده هو الرجاء الوحيد للوحيدين. طب الوحيد هو المسيح، طب من الوحيدين دول؟ اللي هم عروس المسيح بس، لكن بعد كده أي حد مش من عروس المسيح. الرب جاي بس مصيبة مش رجاء، يعني كارثة رهيبة لكل من لم يقبل طريق العريس للخلاص، لأن كل الذين قابلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. الآي دي بتاعت كل إنسان فينا مش هيدخل المطار إلا لما يقدم إن هو عنده فيزا أو عنده باسفور من البلد. مش ممكن واحد بجدعانة كده يقول أنا عندي فلوس مش هتدخل البلد، أنا عندي واسطة ما تدخلش البلد. فين الأوراق بتاع الدخول؟ وإحنا ده الأرض هنا مال السماء، مش هتحتاج حد يسألك ولا حاجة. هي الحكاية هو في باب للأولاد وباب للغير أولاد. من قبل ما نوصل فوق هتبقى الحكاية من هنا مقسومة، لأنه القيامة الأولى غير الثانية. الثانية بيقول وقف الأموات أمام الرب. القيامة الأولى دي طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. في باب للقيامة الأولى وفي عناد للموت الثاني. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. ده هيكون موضوعنا النهاردة إن شاء الله. نشكر الرب نشكر الرب. الجماعة بتوع اللي بربنا كرمهم بالخدمة في العراق، افتكر آخر معاد لإرسال معونات العراق هو الأحد القادم. يعني اللي عايز يوصل حاجة هناك حسب الإعلان اللي قدامي، يوم الحد الجاي هو آخر حاجة، سواء مساعدة مادية، مساعدة تقديم أي مواد من المواد المكتوبة بره. فنتذكر هذا لأنه بعد كده مش هيوصل المرة دي، يعني خليه المرة الجاية يعني. شكرا للرب هاليلويا. هنقرأ آية وزيها بالضبط نفس الآية موجودة في سفر آخر هنقراهم، وهنقرأ آية ثالثة أو مش آية يعني الجزء اللي حوالين الآية دي هنكمل بيها الموضوع. الموضوع النهاردة عنوانه ولكنه لا يبرئ إبراء. مش فايدة أول مرة جاءت الآية دي في سفر الخروج، خروج 34. يا ترى مين اللي قايلها الآية دي؟ هنشوف دلوقتي. خروج 34 هناخدها من أول الأصحاح، لكن هي الآية مش في أول الأصحاح، هي عدد 6 و7 مع بعض. فهناخدها من أول الأصحاح لغاية عدد 10 عشان نفهم مدركين الموضوع إيه. اللي معاه كتاب كويس يفتح معانا. خروج 34
عدد واحد لغاية 10. ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين. هو دي جاية بعد يعني أحداث ضخمة، تلخيصها في دقائق، أنه موسى كان قبل كده عند ربنا واداله ربنا لوحين صناعة الله. شوفوا سخاء ربنا، صناعة الله وكتابة الله، سخي جدا، مديها التراب، ما موسى التراب، والناس تراب رخر، شعب صلب الرقبة، صنع اللوحين وكتب بيده. تصوروا دول لو كانوا موجودين لغايه النهارده، اشكر ربنا مش موجودين. يعني اذا كان الحياه النحاسيه اللي عملها موسى عبدوها بني اسرائيل، لو كانوا الوحيد الموجودين كان عملوا بيهم ايه؟ فربنا اراد ان هم يتكسروا، عشان ما بدل ما نعبد الله الحي الحقيقي نعبد صناعته. يعني نزل لاهل شعب زايغ وعملوا عجل فكسر اللوحين ودقهم وشربهم الميه بالتراب بتاع العجل الذهبي، وطبعا مرضوا وماتوا منهم كتير. وبعدين قال له تعالى بقى تاني، فدي المره الثانيه بقى قال الرب لموسى: انحت لك لوحين. دول اعمل انت بقى ايه حاجه منهم، اللي هو النحت اللي انت تقدر عليه. موسى يقدر يكتب شريعه؟ هو موسى مين عشان يكتب شريعه؟ اللي عليه بس ينحت اللوحين، قبل كده ما كانش عليه حاجه خالص. انحت لوحين وانا اكتب لك فوق عشان الكتابه تبقى مظبوطه. احنا بنرغي في الحكايه دي كتير ليه؟ اصل في ناس بني ادم بيكتب، صدقوني بيكتب، سواء خارج المسيحيه او داخل المسيحيه، بيكتب، بيكتب شريعه وينادي بيها مع المنبر. جبتها من فين دي يا اخ؟ دي كتابه فلان وصناعه فلان، مفيش حد له سلطان يكتب خالص. عليك تقرا تفهم بس، ولو تفهمه من كلمه الله تقوله، تكتب لا. موسى نفسه ما كتبش الا انا بقول له اكتب الكلام ده عندك في سفر. كل الكتاب مكتوب بالروح القدس مش بانسان. انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين، فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتهما. وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح الى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل. تحذيرات قوية جدا. المرعونين كانوا شايفين النار، وموسى يعني كان مشهد صعود يعني غير كده خالص، يطلع وحدك بس. الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل، لأن غضب الله بيعلن غضبه على العجل ده. فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. وزنه كان كامل، لوحين ده مش مذكور هنا، لكن ما هوش كتاب ورق، لا ده لوحي حجر. ولوحي حجر ما اعرفش المقاس بتاعه قد ايه، لوحين حجر ورايح بيهم للكورنيش، ده طالع جبل عشان تعرف شعبك ده بيعمل ايه. اللي بيعمل حاجه لازم ياكلها، اللي يزرع لازم يحصد. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب. الرب ونادى الرب، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. نقطة
ولكنه لن يبرئ إبراءه، لن يبرئ إبراءه. كارثة. مفتقد إثم الآباء في الأبناء. اللي عايز أولاده يكونوا محترمين ومرضي عليهم من ربنا يخاف الله. وفي أبناء الآباء، في أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. مين اللي نادى وقال الكلام ده هنا؟ الرب، الرب نفسه بيتكلم. وقال ونادى الرب، الرب دي النداء بقى، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطيئة. لغاية هنا يا رب كلامك كله جميل صراحة يعني، بس لو ما كملتوش تبقى الأبدية خربت، مش بس الأرض، كان لازم يكمل والرب كمله. ولكنه لن يبرئ إبراء، نفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الآباء في أبناء الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. نفس الآية دي ذكرت في سفر نحوم من الأسفار الأنبياء الصغيرين الأخرانيين دول بعد ميخا. نحوم صح. أول كلام في نحوم، أول رؤية بتاعت نحوم، والكلام على نينوى، وحي على نينوى، سفر رؤيا نحوم الألقوشي، يعني رؤيا كمان بيأكد أنه مش بس روح قرز، حاجة شافها يعني. الرب إله غيور ومنتقم. الرب منتقم وذو سخط. الرب منتقم، شفتوا كم منتقم؟ ثلاثة. من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. الآية بالضبط جايبة على الثلاثة. الرب بطيء تقريبا بالضبط يعني، الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لن يبرئ البتة. هي بالضبط لن يبرئ إبراء، لكن الترجمة تأكيد الترجمة لن يبرئ البتة، لا يبرئ، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه. تقريبا زي ما شفنا نفس الآية، التغيرات مجرد بس في تغير الألفاظ لكن نفس المعنى. هناخد آية ثالثة لاكتمال تعليمنا النهاردة من سفر أيوب. ده هنقرأ آية واحدة بس، سفر أيوب أصحاح 9. وهي العدد الرابع، ناخدها من واحد إلى كام؟ من واحد إلى أربعة. فأجاب أيوب وقال صحيح، كان بيرد على كلام بلدد الشوحي، قد علمت أنه كذا، فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ كان بيقول أنت ما انتش هتتبرر يعني عند ربنا خالص لأنك أنت إنسان. فبيقول له أنا عارف، عارف كلامنا، إن شاء أن يحاجه
لا يجيبه عن واحد من ألف. هو ده الآية بتاعتنا أربعة، هو حكيم القلب وشديد القوة. حتى الجاية دي عنوان مهم، مش هنخليها عنوان خدمتنا، لكن هي العنوان الثاني لخدمتنا: من تصلب عليه فسلم. العنوان الأول يفيد قوي الذين لم يخلصوا ليعلموا ما هي نهايتهم. العنوان الثاني لكل المؤمنين عشان يعرفوا ما هي مكافأتهم أو الضرر اللي حيصيبهم أمام عرش، أمام كرسي المسيح. نجمع تقدمة ثم نبدأ في الرسالة. أخويا وهبي ما جايش النهاردة. طيب مجدي وسارة تفضلوا. هاليلويا. تفضل دكتور مشاي. هاليلويا 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 هاليلويا. شكرا للرب شكرا للرب شكرا للرب شكرا للرب شكرا للرب. وشخصك الغالي لأجل نفوسنا ربي، مبارك اسمك يا سيد، ارحمنا بين إيديك ربي واحفظنا ربي طول أيام غربة حياتنا في مخافة اسمك ربي. أعطينا صيحة ربي اليوم من عندك ربي، هيمن أنت على كل كلمة بنسمعها ربي، أنت تعلم الاحتياج يا سيد، سدد كل الاحتياج في اسم شخصك الغالي. آمين آمين آمين. مجد للرب مجد للرب. زي ما قرينا أنه في بداية الشريعة الرب نفسه أعلن عن طبيعته، يعني هي بداية الشريعة قبلها بشوية لما اللوحين الأولين عملهم ربنا صناعة الله وكتابة الله، لكن اتكسروا بناء على غضب الله المعلن على العجل اللي عملوه، فما زال الأمر يعني في البداية.
فقال له قال الرب لموسى اعمل انت روحين جداد وانا اكتب عليهم. وبعدين لما قابله حتى في وسط السكة كده الرب يعني تقابل مع موسى في مكان ما، يقول عنه هنا الكتاب في خروج 34 فنزل الرب في السحاب 34:5 فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب فاجتاز الرب قدامه. يعني موسى بينادي الرب اجتاز قدامه ونادى الرب، قال بقى الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطيئة ولكنه لن يبرئ إبراء. بصراحة يعني بعد ما قريتها في نحوم امبارح قلت يا رب أنت عجيب عجيب، ده بغير دي كان العالم كله فسد والأبدية فسدت. أشكرك إن بس العالم هو اللي فسد. دي كان في بداية الشريعة. في سفر نحوم ده في أواخر الناموس، ده يعني من الأنبياء اللي هم في الآخر خالص خالص، اللي هم يعني مثلا نحوم قبل يونان. ليه قبل يونان؟ لأن يونان نادى على نينوى فتابت نينوى، بعد كده نينوى خربت. مين اللي ربنا اداله نبوة عن خراب نينوى؟ اللي هو نحوم. فدي بعد يونان. ففي الأسفار الأخيرة خالص اللي هي يعني قبل مجيء المسيح بحوالي 500 سنة تقريبا. فبيقول في سفر نحوم الأصح الأول وعدد 3 الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة. فاحنا هنختار عنوان خدمتنا اللي هو العنوان الأخير، يعني اللي احنا قبل مجيء المسيح على طول. عنواننا لا ولكنه، لازم لكنه دي، ولكنه لا يبرئ البتة. نحوم 1:3 يعني المناقشة الذهنية، وأنا انبسطت خالص بالاختبارات اللي اتقالت على الطيارة وجايز يبقى فيه، قلت يا دكتور بشاي واحد إرهابي وزودت الكلام ميمي وقالت ايه؟ يعطل مخه خالص، يتوقف عشان ايمانه يشتغل. ف لما نفسر الامور بناء على الكلمتين دول، لما نفسر الامور تفسير بمخنا وننبسط ونفرح، وكل واحد حياته عجبه، وكل واحد تفكيره عجبه، وكل واحد دينه عجبه، وكل واحد عيلته عجبه، وكل واحد إلى أن فاجأ أنه لن يبرئ إبراء. مصيبة. طلع أنه مش كل واحد ربنا راضي عنه، ومش كل واحد ماشي في الطريق اللي اسمه بالبلدي طريق السلامة. ايه السلامة دي؟ يعني يوصل في سلامة الله. اي حتة مواصلات يقول لك في سلامة الله، احنا في سلامة الله، رايحين في سلامة الله. الحقيقة مش كلام الناس واللي بيمشي، كلام الله. فأنا بالنسبة لنا يعني من امبارح يعني اخذت تجديد عهد لنفسي اني لابد ان افحص كل ثانية في حياتي عشان
اولا بالنسبه لابراء اشكر ربنا ربنا اداهولي، لكن هل من تصلب عليه فسلم، هل انا متصلب في حاجه رقبتي صعبه تتحرك زي ما امرني ولا لا؟ فارجو ان انتبه للرساله. هناخدها بالظبط هنا عشان هتبقى مركزه. الرب الصفات اللي مذكوره هنا بطيء الغضب دي نمره واحد، وعظيم القدره نمره اثنين، ولكنها بترد اللي قبليها، لن يبرئ البتة، لن يبرئ البتة. اولا الرب بطيء الغضب، في آية بتقول كن مسرعا في الغضب مش كده؟ مبتدئ في الغضب. طب كويس اشكركم. اصل مره كنت بتكلم مع اخت عن اختها، بقول لها يعني ما تصلي لها شويه دي، قالت لي دي اصلها عباره عن فتيل مشتعل. بتكلم عن اختها دايما مشعلله. ايه دي؟ اوعى يكون حد فينا كده، ما تشعللش الدنيا، صفه غلط. لأن مين اللي عايز يشعللها؟ مين اللي عايز يفتن بين الأسرة؟ مين اللي عايز يوجد مشاكل في الكنائس؟ مين اللي عايز يوجد أعداء بين الصداقات؟ مين اللي عايز يعمل كده؟ الشيطان ولا ربنا؟ من هو الرئيس السلام؟ ومين هو اللي قتال الناس منذ البدء؟ ما تسمعش كلامه. الوصية الإلهية بتقول إيه؟ مبطئاً في الغضب. يا أخي اسكت، اهدى او اتهد. ليه؟ لانك تراب وانا تراب، مفيش داعي الاشتعال. اهدى عمل اجري اجري، هو سعادتك ربنا، انا عند ربنا افرض واحد شتمني ده يبقى فهمني، لان انا تراب، فهم التراب ده ولا حاجه، فشتمني ازعل منه ليه؟ وانا ايه بالظبط عشان اتصور نفسي ان انا ما تشتمش ما تضربش ما تهانش. في واحد مكتوب عنه عبد المتسلطين، يعني واحد متسلط ما يقدرش يعمل له حاجه العبد ده خالص، ده هو ده في واحد متسلط وهو عبد لي وبيذل فيه، محتقر ومخذول من الناس. ده ايه؟ شتمه العبد ما يعرفش يشتم، ما يقدرش يشتم، ده يشتم فيبارك. ايه ده؟ واحنا مش عادلين. من فضلك خد بالك ان ده شيطان بيعمل كده، خصوصا بيستخدم ظروف يمكن قويه شويه او ظروف الواحد يتصورها كبيره قوي، فيجد نفسه سريع الغضب، سريع الغضب. الرب بطيء الغضب، وبطيء قوي الحقيقه، بطيء قوي. لما ندرس كام مرة غضب على بني إسرائيل وسلمهم، نلاقي إنه إداهم فرصة كبيرة بالسنين لغاية لما يأتي وقت ويصل غضب الله إلى أمر، سامحوني أقول حول كلمة، لا يقدر الله أن يسكت، حتة معينة كده في الغضب اسمها إيه؟ حمو غضب الرب، وينبغي أن يتخذ إجراء. ده في الطبيعة الإلهية، في كتير مش متخذ إجراء خالص، لأن الغضب في الحدود اللي هي تحت بطء غضبه، لسه الغضب ما حميش، وفي الوقت ده يبقى التوبة يا ولا يدخل الإنسان شر خالص ولا يصيبه ضرر إطلاقاً. ما فيش حد فينا مش تحت الغضب، انا بكلم الاولاد الله او غير اولاد الله، أو يعني الغير مؤمنين بالله طبعا دول رايحين هلاك يعني، بس برضو غضب الله معلن على جميع الناس وجور الناس واسمهم، دول غير المؤمنين. لكن الاولاد اللي هي التصلف، ف
وبرضه ما حدش فينا يقدر يقول انا مش متصلف خالص. ما افتكرش واحد في الكتاب المقدس ما تصلفش او مره او اتنين، جايز في واحد مرتين ثلاثه بس، لكن في ناس كتير تصلفوا. فمن فضلك قبل ما توصل ربنا لحمو الغضب، لعل روح الله يتكلم معك كخاطئ او كمؤمن، فترجع للرب وتخلص من غضبك اللي فات ده بغير اي ذنب خلاص. ليه؟ لانك انت تبت. التوبه تشيل كل اللي فات. التوبه دي عجيبه جدا. مجرد داود ما ندم قال له الرب نقل عنك خطيئتك، خلاص خلاص خلاص. ايوه ليها عقاب طبعا، لكن ما لهاش اثر بعد كده وما لهاش اثر في حياتك. عيش حياتك واتق الرب، وربنا اكرم داود جدا 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 في اخر حياته. الرب بطيء الغضب، بطيء الغضب. استخدم الحته دي باكثر ما يمكنك. انا اكلم نفسي مش انت بس، مش عارف اقول مني اكثر ما يمكنني، خلاص خليها في انا. باكثر ما يمكنني من بدايه احساسي بغضب الله عليا. ما فيش داعي استنى شويه تاني خالص، ما فيش داعي. ليه؟ لان المؤمن كل ما بيتدرب في طريق الحياه الروحيه احساسه بيزيد بمشاعر الله تجاهه، اما مشاعر رضا او مشاعر غضب، فبيبقى بيفهم اكتر لانه كبر في النعمه وكبر في الايمان وكبر في الخبره مع الله وكبر في الخلوه وكبر في الادراك الروحي. ومن اعطي كثيرا يحصل له ايه؟ يطالب اكتر. فيبقى عندك انت يا مؤمن يا نامي مع الرب درجه حمو غضب الرب اسرع من الخاطي. ليه؟ لان الخاطي ده بليد مش فاهم، بيستنى الرب عليه، بيستنى 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 زي ما استنى على بني اسرائيل كتير قوي. فمن فضلك اعرف انه الوجود في غضب الرب لا معنى له، انما مليان خسائر، مليان خسائر. وزي ما بولس اتكلم عن الجهاد الروحي وقال ان الجميع يركضون في الميدان لكن واحد ياخذ الجعالة، هو يعني بيتكلم عن الرياضة الجسدية، لكن ما قالش وأما الرياضة الروحية ما قالش كده، وأما يعني فعلا هو واحد يأخذ الجعالة. ده صحيح. إيه الجعالة دي؟ اللي هو يبقى الأول في إرضاء الرب في كل المؤمنين في الوجود. أي واحد هياخد، ممكن واحد مكرم على رأس واحد ما يتصورش مين الواحد، لا في واحد. بولس ما قالش لا أما في الرياضة الروحية فثلاثين ياخدوها، ما قالش، ما عرفش، هو ما عرفش. يعرف ازاي؟ المسيح قال الذين أعطي لهم من أبي يميني ويساري. فبغض النظر أرجوك يا أخي وأرجو من نفسي إن كل ما رب ينعم علي أكتر أبذل كل اجتهاد أن أرضيه بأكثر درجة ممكنة. ولو أشعر إن في أي شيء من خلاف أرجع نقول الآية اللي قرناها في أيوب، يقول لك إيه؟ من تصلب عليه إيه؟ فسلم. ما فيش سلامة في تصلب رقبة المؤمن، شعب صلب الرقبة، ما فيش سلامة خالص، ما فيش سلامة. احنا دلوقتي هندخل في الآية. الرب بطيء الغضب، صفة جميلة جدا، صفة جميلة جدا. طب الناس اللي بتستغل الفرصة دي ايه اللي بيخليها تستمتع ان عارفة ربنا غضبان بس ايه ما بترجعش بسرعة؟ اولا لانها ما عندهاش فهم. في مؤمن مش فاهم؟ ايه طبعا كتير. لما يقول الكتاب والفاهمون يضيئون كالجارة، ده بيتكلم عن جزء من المؤمنين مش كلهم. والذين ردوا كثيرين، ده جزء ثاني من المؤمنين كالكواكب الأبد الظهور. ودرجة الفهم تختلف من مؤمن لآخر، لأنه يعني إذا كان في دراسة عليا على أي حاجة في الدنيا دلوقتي، على أي حاجة
على زرع القصب مثلا، تلاقي فيه دكتوراهات وغير دكتوراهات ودكتوره بتاع دكتوراه، ايه قصه كبيره قوي على موضوع يعني صغير مفهوم يعني. لا، هم ازاي الحياه الروحيه؟ الحياه الروحيه دي يا الهي ده الانسان بيتشبه بالله، تشبه بالله، يا ده طريق لذيذ جدا يستحق كل اهتمام وكل جهد لكي نبلغ، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يعني يا بولس يعني أسلك كشخص قام مع المسيح. إيه ده؟ ده معنى الآية. إحنا مفروض نخلي ده في الآخر بس جبناه في الأول، ما ربنا زي ما عايز بقى نميل. فمن فضلك خلي رقبتك عجينة في أيدين ربنا، اوعى تتصلب الرقبة، اوعى تتصلب. من تصلب عليه فسلم. الرب بطيء الغضب، ما تستغلش بطء غضب ربنا، لأن الشيطان بيستغله. الشيطان بيستغله ازاي؟ يقول لأي إنسان أنت بتحب شيء يغضب ربنا. طيب الشيء ده بيلذذك، سواء أي حاجة، أي حاجة، قمار، خمرة، سكر، عربدة، سوري بقول كده يعني، واحد مؤمن هايف أقول إيه بس، بيحب الحاجات الزبالة دي. طيب إيه اللي يجرى لو أنت تستغل بطء غضب ربنا وتمسك العصاية؟ لا مش من الوسط، امسكها بجانب ربنا، خد بالك منه أوي، أحسن لو حمي غضبك هتهلك، مش هتهلك إنك تموت، تهلك، لا تهلك يعني ياخدك الدنيا، في كتير يرقدون بسبب هذا. امسكها حتة جنب الوسط شوية، بس مايله شويه كده ناحيه اللي انت بتحبه. هذا اللي يسمع الكلام ده عباره عن انسان لا يحب الرب من كل قلب، يحب الرب جزئيا. والوصيه الاولى في الناموس هي تحب الرب الهك جزئيا من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. وقريبك نفسك، تحب قريبك وقريبك مثل نفسك. ما تستغلش بطء غضب ربنا. أبقى أنا لو عملت كده أجهل الجهلاء، يعني بعد ما عرفت ربنا بدل ما أحبه وترمي عليه وأحضنه وأبوس رجليه وأقول له أنت مجيد يسوع المقام وعيش في عز معاه، أقول ما فيش مانع من شوية غضب، شوية شيطانة كده على أكل المسيح، شويه التواءات في حياتي عشان يعني ايه ما تبقاش كده كلها كده. إيه انت طايل ولا انا طايل؟ تبقى كلها كده كده يعني ايه؟ يعني زي المسيح. إيه لازم تعيش شويه شيطاني. ربنا يرحمنا. ننتقل اللي بعديها. الرب بطيء الغضب وعظيم القدره. قدره ربنا اعتقد لا نهائيه، قدره ربنا لا نهائيه. وغباء الإنسان حينما يصدق الشيطان إن الله مش موجود غباء لا نهائي. مكتوب عنه آية دلوقتي، أنا سامع إن في حتت كثيرة جدا مليانة من نوادي الملحدين، مش مشكلة، مش دي المشكلة، بس بدل الملحدين قال الكتاب المقدس قال الجاهل في قلبه ليس له. حطوا الآية دي، حطوها على القهوة بتاعتكم، حطوها على النقابة بتاعتكم، نقابة الجهلاء. ليه يا صديقي الملحد؟ أنا عارف أن الإلحاد أحسن من بعض الأديان، هم هربوا من الأديان اللي هي إيه؟ اللي هي لا تعقل، الأديان اللي هي ممتلئة بالشيطان. الشيطان عامل كل أديان العالم ما عدا المسيحية، عملها الله، لأن الشيطان داخل في كل حاجة، داخل في عبادة الأوثان، وداخل في عبادة الأصنام، وداخل في عبادة الأهرامات، وداخل في عبادة القمر والنجوم، داخل في كل حاجة، داخل في كل حاجة. لأن الطريق الوحيد للوصول إلى الله زي ما هنيجي لا يبرئ إبرام، الطريق الوحيد للوصول إلى الله هو الطريق اللي رسمه المسيح، أقصد الله الأب والابن والروح القدس،
والذي نفذ بكل دقة بكل حذافيره لخلاص البشر. ده هو طريق الله. غير كده كله بقى كله هالك. لكن في نظم الشيطان في الهلاك في نظم لا يقبلها الإنسان ولا الحيوان حتى، لكن في نظم الإنسان يقبلها والحيوان يقبلها برضو. يعني في نظم في البشر مقبولة، أنك أنت مثلا كفايه عيش مؤدب مع البشر، ده نظام جميل فعلا مش وحش خالص، وده حاجه يعني داخله في الكتاب، بس مش ده بيخلصش، ده مش بيخلص الكلام ده. لكن انا اعمل الخير للبشر، حد محتاج حاجه اديها له، انسان فقير ادي له خبز، انسان عريان ايوه دي صحيح دي وصايا بعد الايمان، لكن ما هي دي مش هتوصلك السماء، دي انت ستفاجئ انك لن تبرئ ابراء لما تقابل مع الرب. لكن الشيطان عنده نظم تانية رهيبة، كل اللي تقابله تقتله. ايه خد ايه ده؟ ايوه في كده تقتله، اتسلح اسلحة كتير عشان تقتل كتير. ايه ده؟ فالالحاد احسن من الدين ده. ليه؟ لانه مش قادر انا اقعد اقتل كل الناس. ليه طيب؟ اقتلها ليه؟ مطلوب منك كده، كل بنت تشوفها تخطفها وبلا اي حدود في العدد ولا اي حدود في السن. في كانت قضيه حدثت، واحد في مصر متاسف اقول الكلام ده، كان متذاع وقتها يعني، كانت العيله صغيره خالص بحيث انه الجزء الأمامي اتحد بالخلف، فبقى ما عندهاش لا أمام ولا خلف، فتحوا على بعض. ليه؟ لأنه حيوان. لا مفيش حيوان عمل كده. حد سمعكم حيوان عمل كده؟ لا، لأنه شيطان. شيطان. أمها بتبكي، البنت عايزة باسم الدين. إيه ده؟ ده الملحد عاقل قوي بالنسبة للدين ده. ده ما قهوة الملحدين قالوها لا برضه، لأنه لسه ما عرفوش، إلا لو كان ده خطوة للمعرفة. يبقى ربنا يبارككم إن شاء الله تعرفوا الحقيقة. فالأنظمة الدينية في الأرض الشيطان بيحب يسخر بالإنسان، أسخر بيه، أكل عقله، خليه بلا عقل، يتخيل ان قتل الناس بر وان الزنا مع الاطفال بر وان النجاسه هي القداسه، وكتير ماشيين وراك. لكن الناس الملحدين اللي هم مهذبين مش زي دول، يعني هم ما يعملوش الحاجات الزباله دي. اقول يا اخي يا ملحد، نعم يا بتاع مفتري انت علي، هو انا المفتري عليها. اقول له طيب اسمعني شويه، انت لابس ايه؟ ما اعرفش هو لابس ايه، افترض لابس زي لابس قميص وبدله وقميص وبنطلون. القميص ده انت جبته من فين؟ جبته من محل مشهور في لندن اسمه مارك سبنسر، بس انا عندي حاجات شاريها من 40 سنه ما عندي لسه، انا فرحان بالمحل ده، مش بعمل له دعايه لكن هو فعلا كده في سويتر عندي اشتريته من 40 سنه اعمل فلوسي. طيب مارك سبنسر ده يعني هو لقاه في الشارع، ليه لقاه في الشارع؟ تمنون. امال انت جابوه لك من فين؟ جابوه لي من المصنع. طب فين المصنع اللي عمل الكلى بتاعتك، والمصنع اللي عمل القلب بتاعك، والمصنع اللي عمل المخ بتاعك، والمصنع اللي عملك كلك فينه؟ في لندن، في البيت الابيض، في جمهورية السودان، فينه؟ قال الجاهل في قلبه ليس. انت صنعت ازاي؟ عينك اتعملت ازاي؟ كلك من شعر راسك المعدود اتعمل ازاي وتعد ازاي يا جاهل؟ قال الجاهل في قلبه ليس إله. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، صنع كل شيء
بحكمة صنع. ده كل علم من العلوم رهيب. أبونا زكريا كان واخد له حلقة عن الملحدين ودخل في الأجرام السماوية. طبعا عندي أكبر جر يعني أكبر حاجة كبيرة أو أعرفها في حياتي الألم والرصاص مثلا. لكن ده إيه؟ قاعد يقول أرقام كده عجيبة جدا، جابها مراجع عنده وجاب صور وبتاع عشان يقول للجاهل للملحد إيه اللي أنت فيه ده، إيه اللي أنت فيه ده. جوز أختي دكتور نسا هو اللي جاب لنا كل عيالنا يعني. فيقول لي أخي ما فيش مرة بولد ست إلا أحس بقدرة الله العظيمة في كيف كون الجنين وكيف ولد الجنين. وكل الأطباء اللي في أي مجال يقول كل ما في الجراحة وغير الجراحة، كل ما الرب ينجحني في حاجة أدرك عظمة الله في خلق هذا الجزء من الجسد. إيه ده؟ عجائب عجائب في كل شيء، عجائب مش موجودة عند البشر، مفيش إنسان يقدر يعمل كده. الله يعطي الحياة، مين يقدر ياخدها؟ البشر ياخدوها بس، هذا اللي يقدروا عليه. الرب أعطى حياة آدم وحواء، سمحهم ادهم فرصة عشان يتوبوا، البس مخمصة من جلد، وبعدين خلفوا قايين، خلفوا هابيل. قايين كائن حي وهابيل كائن حي. هابيل درس مع أبوه وعرف الأخمصة الجلدية وكان في اتضاع لدرجة المسيح نطق اسم هابيل بلسانه. أول دم هيتاخذ مشاريع من دم هابيل الصديق. فعايش في أمانة مع الرب، في تعبد الرب، أخوه الكبير اللي هو قايين. مش كده ليه؟ أن نزل الأرض لأهم وحشة فرح بمشورة ربنا اداله المشورة. مين اداله المشورة؟ ربنا بيشير بالخير، فعلمه الزراعة، ودي حتى مذكورة في كتاب مقدس أنه علم، هو علم الزارع الزراعة إزاي. طب مين علم؟ كانت في كلية الزراعة وقتها؟ مفيش بني آدم يتعلم الزراعة، علمها القايين. تعلمها قال لك ده أنا 100 مليون ضعف من أخويا الزبالة اللي قاعد يرعى الغنم ده. ده بيعمل إيه مع الغنم؟ لا عاد يرعاه. دي شغلة، دي هذا عمل ما لا عمل له. لا مش لا تعمل حاجة في حياتك مسك لي شوية غاز مرام، دي هي موجودة. مين اللي بيجيب الوجود من الأرض؟ قايين. مين اللي بيخبط الأرض؟ زمان في الجيش المصري لك تخبط الأرض طلع بطيخ. أنت أنا بخبطها بطلع كل أنواع المزروعات. اخترعت آلة الخبطها برجلي، ما تنفعش، بجيب حاجة زي السكينة كده عملتها أنا، ما اشتريتهاش من حته، انا بعمل كل حاجه. من كثره اعجابه بنفسه راح مقدم للرب ايه؟ قربان من عمله. شفت بقى؟ شوف شوف ازاي؟ اخترعت الاله واخترعت اخبط ازاي واخترعت اجيب من ما في الارض ما كانتش فيها يعني وقتها اشجار كتير، لكن فيها حاجات بزار. ما هي زرع ازاي؟ بذره دي موجوده في الارض، لا في شجره قديمه بتاع، جبت البزار دي وعرفتها ودفنت الارض وحطيتها، حفرت الارض وحطيتها، وفي ميه هنا جنبي حطيتها، وطلعت شجره، والشجره جابت لي كم متره. ونفس الحكايه عملتها تاني، طلعت تفاح. شوف بقى انا عملت لك ايه بقى يا رب؟ فقدم من عمل يدي. غلط. ليه؟ وهت عندك احسن. هو الارض فيها اتنين، واحد لا بيفكر ولا بيعمل حاجه خالص، قاعد الصبح قاعد كده يتفرج على غنم بس. ده شغلته ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ قال اسقي الغنم. طب ما الغنم هتتسقي وحدها يا اخي. واحد تاني مخترع
واخترع ده قايين أكثر مخترع وأكبر مخترع وأعظم مخترع في الوجود، وصل للمزيكا في الآخر، اخترع الآلات دي، أول مخترع هو قايين، وصل للحلل والطبخ. إيه ده؟ سكتك غلط يا قايين. وأنذره قال له عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياق. إن أحسنت أحسن إيه أخو أحسن؟ هو أنا عمري كنت غير محسن، أنا طول عمري محسن. أبويا عمره ما دق الملوخية ولا الفاكهة إلا لما جبتها له، أنا ما أعرفهاش، كان في الجنة زمان يعرفها، لكن دلوقتي خلاص ما إحنا اضطردنا، أنا جبت له الأرض عملت له نموذج للجنة فيها. سكتك غلط يا قايين. ليه؟ بصراحة يعني لأنك تراب إلى تراب تعود، وانتهى الموضوع خلص، انت عندك حياة، طبعا محدش يعرف الموت وقتها، محدش يعرف الموت، لا انت هتموت يا قايين. الرب قال لأبوك قبل ما انت تولد، قال له في الجنة بطرده انت من ايه؟ من تراب وإلى تراب. انت مش واخد بالك يا قايين، انت يا تراب يا اخي، طب اعمل ايه؟ تعال الى ملك الملوك ورب الارباب، تعال اليه، تعال اليه، تعرف عليه واسلم يكون لك خير، تعال اليه، تعرف على الله. قايين هلك. هابيل الصديق اللي في خوف ربنا بيتصرف كان بيلاقي أكله. قايين ساعده كتر خير قايين، اخترع له حاجة طبيخ يأكل حلو، والغنم بتتكاثر والفراخ بتجيب بيض، يعني في أكل وفي اختراعات. طبعا قايين ساعدهم جدا، هم الثلاثة آدم وحواء وهابيل. شكرا ليك يا قايين، عملت لنا فيها خير، بس ايه في الآخر رحت جنة لأنك ما عرفتش طريق الرب. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، عظيم القدرة، قدرة الله عجيبة. ازاي بدا العالم بواسطة واحد شرير اسمه قايين، والتاني هابيل ده قاعد مستمتع بالاختراعات بتاعة قايين، لكن اساسا مستمتع بالله، فرحان بالله، فرحان بابوه ادم اللي عمله ربنا جبله، وامه حواء اللي هي من ضلع من ادم، فرحان بعمل الله. الثاني ارحم بعضلاته. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة. وجودنا في العالم هنا بإرادة إلهية وخطة إلهية، يريد الرب أن يكلل أولاده، وده الكلام اللي يعني منا صمويل قالت الهبة، وأنا فرحان، وأنا شخصيا قلت لها من يوم ما شفت الفيديو شعرت ب يعني نضج روحي جميل يعني، وربنا يدينا ننضج زيها كده. إرادة الله أن الله يجعل خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقة المجد أبدي. إرادة الله عند الفاهمين وصلت إلى درجة مع بولس الرسول إنه يفتخر في الضيق. يعني يفتخر في الضيق، يعني بيحب الضيق. حد في الدنيا يحب الضيق يا راجل يا مجنون؟ يقول لك ده أنا العائل الوحيد في الدنيا. لما حللت الضيق لقيت الضيق ينشئ صبر. في اكثر من تسلسل واكثر من ايه، الصبر تعزيه، والصبر ينشئ تقوى، والصبر ياتي بالتزكيه،
وبعدين خفت ضيقتنا الوقتية تنشي لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. يعني أنت لما بتتضايق يا بولس مش أول حاجة بتطلبها أن رب يرفع عنك الضيق يقول لك أنا شخصي ما بتضايقش. هو معقولة ما بتضايقش ليه؟ طب ما أنا سيرتي عندكم مكتوبة في الكتاب المقدس، حينما ضربوني ضربات كثيرة، مش جلد، الجلد هم 40 جلدة إلا واحدة، لا لا بعصي، يعني كل واحد مسكوا العصية طخ 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 200 300 عصاية 400 عصاية، وكان معايا سيرة وضربنا احنا الاثنين، ودخلنا السجن مجرحين، وقعد يروح لغايه الصبح. كنا بنقول يا رب اشفينا يا رب اشفينا، ابدا ولا واحد قال كده. عصية ما كنتش بتقول عصية، انتوا مش بني ادمين ولا ايه؟ لا احنا بني ادمين بس فاهمين، فاهمين ان الضيق بركة، والضيق ينشئ صبر، الصبر تزكية، تزكية رجاء. ايه ده يا اخويا ده؟ طب حصل لنا ايه؟ حصل لنا ايه؟ هتقول لي طلعكم ربنا من السجن، كتر خير ربنا، لكن مش دي اللي قصدها. حصل لك اكثر من كده، انت طلعت طلعت معاك سيله، ناديت الراجل والراجل ماذا افعل سيدي لكي اخلص؟ اللي حصل اللي حصل يا فلان انت اللي ما انتش فاهم زي كل البشر كده، وانا يعني اللي حصل ان إرادة الله كملت في رحلتنا، إرادة الله في انشاء كنيسة فيليبي كملت بهذا السجن، إرادة الله للرهان هناك لما راجل مقدوني قام يعبر الى مقدونية وعنا، وانا جيت ما لقيتش راجل، لقيت ست اسمها ليدية، قلت هو فين الراجل ده؟ طلع الراجل ده هو السجان. إرادة ربنا بتتم في الضيق في الألم في الذل زي ما تمت في المسيح، وآخر لقب لق به المسيح وكمل به، كمل بأن يكون إيه؟ رئيس الألام، كمل بأن يسوع رئيس الألام. فبقى الألم عندي مزاج بحبه، أولا أنا بلتمس رعاية الرب لي في وسط الألم، تعزيات الرب لي في وسط الألم. الله عظيم القدرة، رهيب رهيب في قدرته، مش أنا مخزول قدامه وخايف منه ومفكر وقعني وده يدوسني، لا 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 ما أحلى الدوس يا أخي، هو الدوس وحش؟ الدوس طبعا وحش، فيه وحش فيه، لأن الله هناك في الأبدية. كل الذين جالوا في جلود غنم وجلود معزة معتازين مكروبين مزلين، شوف مجدهم الأبدي. يبقى لما تتزل قول هللويا، إرادتك صالحة بالنسبة لي، أنعمت علي بالضيق يا الله. كمان حتة تاني قبل ما نسيب العظمة دي، أصل الرب عظيم جدا في القدرة رهيب. وكمان يا أخي يا أخي يا أخي أنت مش عارفش بتحسهاش، أنت إيه قاعد تلوظ لي كده ناس أنت مش حاسسها اللي أنا ده في كل ضيق. إيه رأيك في الضيق بقى يا عم لطيف أنت؟ إيه رأيك في الضيق؟ إيه ده؟ ده جميل أوي يا بولس، أوي يا حبيبي، أوي أوي. ودايما ملك حضرتي إيه؟ لا مش دايما بيخلص الضيق. من قال لك؟ ده بيخلصنا من ناخد حياتنا من الضيق. ايه المشكله؟ هو المسيح تم الخلاص، هللويا رنمنا لما المسيح مات. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انا اموت من الضيق؟ مفيش مشكله خالص عندي، لا الضيق عندي مشكله ولا الكارثه المره ولا زي ما قال بطرس البلوى المحرقه عندي مشكله ولا حاجه مشكله في حياتي خالص، لاني في المسيح يسوع خليقه جديده، ما عنديش مشاكل في حياتي. ده ايه ده؟ عظيم القدره. اللي مش ورا ربنا يا حبايبي، ايه دي مذكوره في العهد القديم، فلا تكونوا الا من حفظها فرحا، دي في العهد القديم في عيد المظال، اي العيد الاخير بقى اللي الانسان عايش غربه في الدنيا. عيد المظال يعني ما بتسكنش في بيتي، عايش غربه يعني الحال الانسان بقى غريب في الدنيا وعايش مع الرب وهو هنا في الدنيا، فصار لا يكون الا فرحا. هيدا هللويا هللويا
هاليلويا. دي درجة كبيرة. أنا ما لسه يعني سمع كلام شديد من بولس علي طبعا مش نسمع يعني هو ما يح معاه حق شوفني كده. أنا أقول له إيه، ما هو معاك حق فعلا. الواحد يعني شكت إبرة بتخليه مش عارف يعمل إيه. وأنت جلدات كثيرة والصبح يذويك منها، قعدت 12 ساعة. أيوه 12 ساعة، 12 ساعة بروح موجودة، وضمت الجراحات وضمت الجراحات، والعيلة تخلص، والترنيم والفرح، ولما السجان على ليديا وفتحت الكنيسة. ده أكتر من كده، ده أكتر من كده. يا لطيف أنت إيه ده، ما أعرفش إيه اللي حصل. ربنا ما قاليش. الحكام اللي حكموا علينا جم يتضرعوا إلينا. يتضرع يعني إيه؟ من فضلكم، من فضلكم اطلعوا من البلد بسلام، حنودعكم اللي انتم عايزينه نعمله لكم. لانه عارف انهم رومانيين. مصيبه ايه اللي عملناها دي؟ ده انتوا تحبسونا، هتودونا في داهيه. ازاي نجلد رومانيين ما هماش صدر عليهم قضاء؟ ازاي؟ لا مش طالعين. لا لازم، لا لا لا، من فضلكم، من فضلكم تضرعوا الينا. فالسجان بيبص كده يقول ايه ده؟ بل الاثنين اللي خدت توصيه ان يكونوا في رجليهم في المقطره، الحكام الكبار اللي هم عينين بتاع السجن ده، عينين السجان، حكام البلد يعني الجفرنر بتاع البلد، خايفين بعدين ياخدوا محاكمه. اديني سيدي. وابتدت الكنيسه بقوه فيليبي. عظيم القدره. تمشي مع الرب رهيب، رهيب. وربنا قال لموسى في هناك في الحته اللي ما كملناش قريت، اني الذي ان الذي انا فاعله معك ايه؟ رهيب، رهيب، عظيم القدره لما تمشي مع ربنا، وخيبه عظيمه لما تبعد عن ربنا. خلاص بقى لازم نوصل بقى لعنوان الخدمه، وده مهم اوعى تنساه من فضلك. ولكنه لا يبرئ البته. احنا خدنا ايه بتاعت نحوم هناك، لا يبرئ ابران ساعة الخروج. لكنه، ولكنه لا يبرئ البت. طب يا رب معلش هنفش فيك بقى، انا هقفش، انا مش اخواتي بس بالنيابة عنه. طب امال مين اللي يبرئ بقى؟ مين يبرئ؟ الشيطان. الشيطان بيقتل كل يوم معرفش كام الف بني ادم في الدنيا، ويبعد ناس عن الخلاص خالص. يعني لو واحد عايز يتفرس، انا احيانا بحب اتفرس، فبولع المناظرات بين المسيحيه وضد المسيحيه، واسمع بقى بيقولوا ايه ضد المسيحيه. يعني حاجات تدخل مخ مش عارف مين. يا إلهي، في مناظرة على فكرة في 2 يونيو سمعت عنها، ده شغال على طول، الأرمية جايها على طول الحاجات دي، ومع إيه؟ مع ناس كبيرة قوي. كلم كده بكل عقل، لماذا سن الزواج غير محدود؟ لأجل رحمة ربنا والخلفة الكتير. فبيقولوا الرجل اللي عمل الخرم ده بين ستي ده ممتاز، ده هو ده الحق نفسه. ولماذا وإيه ده؟ احنا عايشين فين هنا؟ اسمع الحاجة دي تفرس قوي. بص بقى، الرب صنع طريقا للإبراء، طريق للإبراء، وهذا هو الطريق الوحيد للإبراء، لأنه هو ده الطريق الوحيد اللي عمله ربنا. كل طرق تاني عملها الشيطان، زي ما قلنا بيعمل مليون دين في الدنيا ومليون مذهب ومليون فكر. طريق واحد. المسيح ما قالش أنا طريق، أنا هو الطريق والحق والحياة. الطريق ده هو إن بدون سفك مغفرة،
بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ليه؟ لأن الخطأ إلى الله، فالإنسان صار نجسا ومتنجسا وهالكا بحكمه على نفسه، هو حكم على نفسه بالموت. أولا آدم أخطأ، أخطأ الجميع بإنسان واحد، الموت صار الموت إلى جميع الناس، كل البشر رايحين جهنم إلا الذي يسلك في طريق الإبراء الوحيد اللي صنعه ربنا. إيه طريق الإبراء الوحيد؟ في منتهى المنطق يا جماعة. بس يا أخي أنا معرفش الناس دي مش فاهمة إزاي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل كان الإنسان في جنة عاد، آدم وحواء ما فيش غيرهم، خلفوش هناك، وبعدين الحية غوت حواء وخلتها تعصى ربنا صراحة، وهي بتعصى وهي عارفة، يعني هي عارفة. أيوة أتلاقى. أحقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة؟ لا يا حية لا، ده من كل شجر الجنة ناكل، ده ربنا رحيم، ما عدا الشجرة دي. يعني عارفة إيه؟ إن الشجرة دي ممنوعة ولا مش ممنوعة؟ ممنوعة. هي نفسها حولت كده، ما عدا شجرة معرفة الخير والشر اللي هي في وسط الجنة. طب بصي بقى للشجرة يا حواء، عارفة؟ عشان ربنا عارف لو أنتوا أكلتوا منها هتتفتح عينيكوا تبقوا زي الرب، عارفين الخير والشر. مش اسم الشجرة كده؟ هو عارف الخير والشر، أنت مش عارفة، هتعرفي الخير والشر، تبقي زي الله. وربنا مش عايز حد يكون زيه، فعشان كده قال لك انت وادم كده. شفت الشيطان شغال ازاي؟ زي المناظرات اللي بتحصل برضه، يمكن 7 أيام في الاسبوع دلوقتي كل شويه مناظره، يلوي الشيطان، لوي الشيطان للكذب يبقى حقيقه والحقيقه تبقى كذب. قال الله مش عايز الانسان يبقى زيه، ده هو عمل طريق الابراء عشان الانسان يبقى زيه. الشيطان لا، انا هقول لك اغلطي يا حواء، اعصي ربنا فتبقي زيه. يا خيبتك يا خيبتك يا حواء، صدقته اكلت. اديت راجلها رخر يعني عند حته راجل اكل، حصل العار، جري يوم ربنا، عرفوا انهم عريانين خربانين. يعني ايه عريانين خربانين؟ يعني احنا كنا مستريحين في سلام بيننا وبين ربنا، بنتمشى معاه، عايشين في عز، دلوقتي احنا بنستخبى ما نقدرش نشوف، ونشوف ازاي ده احنا عريانين. صح، فهموا عيالكم كده. لكن في رجاء. ايه الرجاء ده؟ في طريق للابراء. نرجع تاني، ده ترجعوا احسن من الاولاني. ايه ده يا اخوان؟ ايوه احسن من الاولاني. هتكون حالتكم لما تسلكوا في طريق الابراء ده احسن من اللي انتوا كنتوا فيه قبل الخطيه. والدليل على ذلك الاتي. انتوا فين؟ كنتوا فين لما قبل ما تخطوا؟ كنا في جنة عدن. جنة عدن دي فين؟ دي في عدن شرقا، فيها نهر الدجلة والفرات في العراق، يعني حتة في العراق كده. ودي أرض ولا سماء؟ لا دي أرض طبعا. لغاية دلوقتي ناس بتصدق إن جنة عدن في السماء، ما عرفش جابوها من فين، براحتهم، بس كان مكتوب فيها دجلة والفرات. كنت في الجنة. لما اضطررتوا رحتوا فين؟ رحتوا الأرض. طب دلوقتي بقى الوضع، الجنة مش موجودة، والله كرسيه فين؟ كرسي في السماء، والأرض موت قدميه. الطريق بتاع ربنا للإبراء راح منزل سلم من السماء ونزل على الأرض. في أي حتة؟ في كل العالم السلم موجود، في أي خرم في العالم السلم ده موجود. مين السلم ده؟ هو المسيح بس، بس هو الله وهو الإنسان.
تدخله وانت انسان خاطي تقول له ارحمني اللهم انا الخاطي، ياخدك فوق اللاهوت نفسه. ده طريق الابراء. لا، انا طريق الابراء امشي في سكتك، امشي براحتك، مفيش اي ضغط عليك لحد اقول لك لا تؤمن لا موتك ولا تعجز. الكلام فارغ ده ما ينفعناش، يعني ربنا مش بتاع فلوس. امشي براحتك، لكنك لو مشيت في اي سكه غير سكه الابراء، ليه وسكه الابراء دي تعصب؟ لا مش تعصب، لان ده السلم الوحيد اللي وصل السماء. في سلالم كتير جدا في الدنيا، ادخل اي محل كبير بتاع جزم في سلم يطلعك في الدور الثاني ونزلك بس خلاص، وصلك السلم ما وصلكش. مطار من المطارات في سلم يطلعك فوق ونزلك تحت. طب عايز وصل السلم، ما فيش الا سلم واحد، والوصول مجانا والتذكره مجانا، لان الله يحب الانسان ولا يشاء ان يهلك احد. ان دخلت من الباب، الباب هو المسيح، تدخل بس تدخل، ان دخل احد من الباب فيخلص. تلاقي انك طلعت فوق بقيت ابن الله، لان كل الذين قبلوه واعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. وتاخذ امر عجيب جدا هتحس به بقوه، شركة الطبيعة الإلهية، الله جواك، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، وتستريح في المسيح، تخلص في المسيح. ده الطريق الوحيد. أي شخص تاني مجنون أهبل عبيط أي حاجة، بس مش عبيط يعني مش فاهم، لا ده فاهم قوي في رأي نفسه، لكن هو مجنون خالص عند الله، بيدور على سكة تاني. أنا أخلص أروح أمريكا، مش هتخلص. أخلص أنزل منجم، مش هتخلص. أخلص أخد طيارة وأطلع فوق، مش هتخلص. طريق الإبراء طريق واحد يوصلك للسماء، مش هتاخده، لن تبرأ، بس خلاص. هات لي منطق تاني يقول غير كده. طريق ربنا نزل لك المسيح، عشان المسيح سلم تدخل فيه من جوه. من المسيح جاي طوله زينا كده، ويحب الاطفال ويشيل الاطفال، تدخل فيه. بس بولس يقول لك يا اخي اسمع اختباري، ده انا دخلت فيه لاوجد فيه. يا سلام، امتلئت عز. ده كان ضد المسيح، كان بيضطهد المسيح، كان عامل مش عايز اقول زي داعش. طبعا داعش تقول لك غير اي بني ادم في الدنيا، ده جزائر الرئيس بتاعهم مش بيدعوا بيه. لكن بولس كان بيضطهد، صح، بس يضطهد بذوق شويه، يعني مش بيضطهد، مش ممكن الزباله دي يعملها ده بولس. فكان كذا يعني يقتاده من القتل، ويقف يحرس ثياب اللي قتله فلان اللي هو استفانوس، قتله استفانوس. اول ما عرف المسيح، المسيح ظهر له، قلب يا الهي البراهيمه أعبدك يا ربي. أنا كنت أعمى، كنت أعمى لا أراك، كنت فاهمة غلط. ده طلع إنه كل الناموس مكتوب عنك وأنا بفسره غلط، لا تعمى من كل وجه، وصار رسول للمسيح. ليه؟ لأنه دخل من الباب، دخل من الباب. كل من يدخل بي يخلص، يخلص ويدخل، يعني يتعمق فيا ارتفاعا وعرضا وطولا، ويخرج في وسط العالم ليخبر بكم صنع الرب به ورحمه. قد برئ تماما، خلص تماما، وهو يكلل في كل يوم، لان ما عندوش تصلف في قلبه خلاص. مش يعني في بني ادم 100% ما عندوش، لكن خلاص التصلف ده راح بقى جزء من 10 مثلا في المية اي حاجه، لكن التصلف بيتحاسب عليه هنا، ما فيش فوق لا شيء، لانه مكتوب كده، لاذن لا شيء من ايه الدينونه الان.
ما فيش جنون، لا عندنا ثعبان اقرع ولا ثعبان مفتح ولا مش عارف ايه حجر مغمض كله، ولا يطبق في صدرك، كل ده كل ده عند غيرنا، ربنا يرحمهم، نتمنى لهم كل خير. لكن احنا عندنا إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب ده. عموم المسيحين كلهم كده، مش قسم منهم، لا كلهم كده، كل واحد سلوكه بالجسد بيضرب عليه هنا، لكن فوق خلاص. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. اللي مش قابل الطريق ده أقول لك بكل أمانة، متآلف أول العهد القديم ومتآلف في أواخر العهد القديم، ولكنه لا يبرئ البتة، ما فيش خلاص لك إطلاق إلا إن قبلت الرب يسوع مخلص لحياتك واتخذت صديقك، مش بس يخلصك لكن يخلصك من الضعفات وتكون أمينا إلى الموت، مش بس إن خلصت لكنك تأخذ الأكاليل الأبدية، واللي يكون أمين للموت يأخذ أكليل الحياة، ولإلهنا كل المجد الأبد آمين. أرجو أن ننحني أمام الرب ونستمتع بترنيمة خاصة تعلمنا هذا الحق، ثم من يتقدم للصلاة يتقدمنا، ثم نختم بالصلاة الربانية. Thank you.
رحمة للخاطي إن هو يعرفك في هذا اليوم، ورحمة لنا نحن المؤمنين حتى نجدد عهودنا معك. نشكرك يا رب من أجل كلامك لنا في هذا اليوم. حقا يا رب نحن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتنا به. حقا يا رب كلامك سيف ذي حدين خارق إلى مفرق النفس والروح. نشكرك من أعماق القلب يا رب، لأن لنا طريق إبراء واحد، طريق الصليب، طريق المسيح، الطريق والحق والحياة. نشكرك من أعماق القلب يا رب. في طرق كثيرة في العالم، لكن هناك واحد بس يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. ليس بأحد غيرك الخلاص. حقا يا رب الطريق الإبراء دفعت فيه دم ثمين، دمك الكريم المبارك. نشكرك من أعماق القلب، نشكرك من أعماق القلب. حقا يا رب لا يتباطأ رب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك إناس بل يقبل الجميع للتوبة. نشكرك من أعماق القلب لأنك تدعو كل إنسان إلى التوبة والرجوع إليك. حقا يا رب قلبا نقيا أخلق فينا يا الله. حقا القلب يا رب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. فلذلك نصلي أن تخلق فينا قلوب جديدة، قلوب تحمدك، قلوب تشكرك، قلوب تخضع ليك ولمشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ساعدنا يا رب عشان نعيش غرباء في هذا العالم زي ما كان إبراهيم بيعمل. كل مكان كان بيروحه كان الخيمة والمذبح. ساعدنا يا رب حتى نعيش غرباء ونشكر ليك بالروح والحق. ساعدنا يا رب في هذه الأيام الأخيرة أن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل هو أن نخبر عنك ونشهد، لأننا يا رب أنوار في العالم، أبناء نهار وأبناء نور. زي ما المنارة في خيمة الاجتماع كانت تضيء طول الوقت، كذلك تكون شهادتنا تضيء كل الوقت لكل العالم، العالم المسكين المضطرب الذي يذهب إلى الجحيم بخطى سريعة. حقا يا رب، حقا قولك
عن العالم منقلبا أجعله. حقا يا رب إنه عالم منقلب، كل الأشياء فيه منقلبة، لكننا نشكرك لأننا لسنا من العالم، لسنا من العالم، لسنا من ليل ولا ظلمة، لكننا أبنائك، أبنائك الأحباء على قلبك اللي مت على شانهم على عود الصليب. يا رب ثبت كلامك في قلوبنا في هذا اليوم، وجعلنا فعلا نعمل به، لا نكون سامعين خادعين نفوسنا، لكن نعمل بكل كلمة نسمعها، وإلا تلك الكلمة ستكون دينونة علينا. مبارك اسمك للأبد. بارك ابنك يا رب من كلمنا بهذه الرسالة المباركة، ولاسمك المعبود كل شكر وكل حمد في شفاعة وفي اسم المسيح إكراما للصليب نصلي، آمين. نقف مع بعض ونختم الصلاة الربانية مرنمة ثم بالبركة الأخيرة. تفضل كل شيء. لك المجد يا رب، لك المجد يا رب، لك المجد. أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك. ربنا مخلصنا وفادينا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة وطبيعة الروح القدس تكون معنا إلى الأبد. آمين آمين. سلام الرب معنا. مجد للرب، مجد للرب.